السلام عليكم اصدقائي احبائي على قناتي سنان صالح، شوف سنان العويدي. اليوم انا بهامبورغ. طبعا هذا الفيديو قبل تقريبا 4 أشهر 5 أشهر مصوره بالصيف. طبعا رحت الهامبورغ سفر سياحيه وصورت هذا الفيديو لكم. بس شوفوا معالمها شلون حلوه هامبورغ. هامبورغ مدينه جدا جميله. وهذا الفيديو هسه وين رايح؟ انا رايح الدور الاوبرا اللي موجود بهامبورغ على الميناء. طبعا هامبورغ اكبر مدينه تجاريه تقريبا، بها ميناء تجاري. الميناء الوحيد هو النهري، يصير مو بالبحر. النظام هو يكون ميناء بحري، بس هم سووا حفره على بعد 600 متر الاتجاه نحو اليسار يعني للتجاره وللسوالف. فمدينه هامبورغ بنفس الوقت اثريه وتجاريه ومنطقه كلش حلوه جد ما تصورون، وشوارعها مرتبه وحلوه وكبيره. وهذا البناء مال هذا دور الاوبرا 10 سنوات طول. يلا بنو 10 سنوات طول، يلا بنو يعني. فالتفاصيل بي رهيبه رهيبه رهيبه. فاتمنى تشوفون هسه الفيديو انتم اصدقائي، وانتم اللي تحكمون شوفوا شلون. اخاف اكو معلومات يمكن بالحكي قلت انا زوها حديد سويته، لا مو زوها حديد، طلعت غير شيء. فبحث بالانترنت وشفته انه مو زوها حديد اللي مسويته، بس هو يعني مهول بصراحه. يعني ما اعرف شلون اوصف لكم اياه. الداخل مالته كلش حلو. طبعا ما كملت الداخل مالته كل الاخير، بس اللي اقدر عليه يعني صورت لكم عليه. وان شاء الله هسه تشوفون انتم الفيديو وتحكمون عليه. الاتجاه طبعا نحو اليسار، هذا الشارع شوف النظافه، ستكون وجهتك على اليمين. الباصات شلون مرتبه، هذا موقف مال الباصات شلون مرتبه، الاشاير الناس شلون تعبر كلها على اشاره، يعني فد شيء كلش حلو. طبعا كان جو مغيم بوقتها. وهسه انا وصلت حاليا، راح ندخل هذا شو المبنى على يديكم اليمين. طبعا شنو واحد يمشي بالسياره يجي على كيفه، يشوف وين الجراج، يشوف وين المدري شنو، يستطلع شويه، يستطلع اخذ لي نظره من هنا نظره من هنا يعني اتاكد انه انا طالع صحيح. والجراج هسه راح افوت انا بالجراج مالته. طبعا يصير بي جراج تقريبا 4 طوابق 5 طوابق، ما اتذكر ايش قد كان. الجراج مالته كلش كبير، يكفي 2500 ضيف يعني هذا الساعة مالته 2500، يعني فتشي مو 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 قليل يعني. فيعني هسه حاليا راح اروح الجراج هذا اصدقائي. شوفوا هنا الجراج، يصير هذا الدخول مال الجراج الاخضر، معناته مكتوب فراي، معناته اكو مجال بعد للسيارات. هذا هنا. السلام عليكم اصدقائي احبائي على قناتي سنان صالح. دمه تفتح لنا العارضه. اليوم انا عند هذا المبنى الاوبرا اللي بهامبورغ، يصير معروف طبعا مشهور كلش. عجب الدخوليه ببلاش، شنو السالفه ما ادري. قلت له يابا ليش تكت؟ قال لي مجانا. اخذت التكت مجانا، اريد اشوف هذا لو عندنا شلون يصير. صراحه انا متعجب لحد الان. ندخل جوا، يلا خليكم ويانا، خلينا نشوف هذا التيكت. حط التيكت تراه جو. وهسه اصدقائي نروح لهنا، شوفوا لي فوق شلون الدرج ايش طوله، خلينا نطلع نشوف شكو ماكو. يلا تعجبت، ما اعرف ليش ببلاش ما ادري. شوفوا شلون مصمم هناك التصاميم مالته، يصير كله من هاي الدوائر. فالتصميم كلش حلو قد ما تصورون من هنا. والدرج طوله ماكو ايش طويل، يعني ماكو هيك شيء. طبعا المنظر داخله يعني داخل هيك مهول مهول، وشلون مصممين تصميم شيء ما اعرف. اول مره نشوف هيك تصميم صراحه انا بحياتي. خلينا نشوف بعد شنو الوضع وشلون يعني. يلا خليكم هذا اصدقائي هنا بعد هذا شلون يصير. قربنا على هاي شوي شوي، مسوي له تصميم في الدرج رهيب، يعني ماكو شيء يريح الواحد. و يعني فشي كلش حلو التصميم مالته. انا اصدقائي هنا صار حافظ، يشوفوها الحافه مكناسه هاي، تنظف الحذاء. شفتوا تنظف الحذاء، خاف حذاءك بيطين شيء، انا تنظفه وتدخل زين من الصفح كين بي. وهسه هنا هاي بوابه الدخول مالته هنا. خلينا نشوف هنا شنو الموجود، شنو اللي صاير. طبعا حاطين طبعا حاطين جامع كلش كبيرة، تشوف المرسى كله. طبعا اكبر ثاني اكبر ميناء باوروبا هو هذا، تشوف كلش حلو ميناء. تشوف هناك الباخر، تشي روعة جد ما اقول لكم روعة. طبعا هاي جامع كبيرة حاطيها، تشي كلش حلو.
ميناء كلش كبير طبعا مال هامبورغ. شيء روعة للمتصورون. وهذا المنظر من هنا هم مال ميناء من داخل المطعم هذا. طبعا في مطعم اطلالته من الصير على الميناء. طبعا هنا هذا المدخل هسه الثاني، الدرجة الثانية اللي نصعد له. بس الوضعية شنو اصدقائي، يعني هسألوا عليه كل واحد يورو يورو هم ذاك الحساب بلاش. مدى صدق بصراحة، يعني اتمنى يصير عندنا هذا الشيء نصعد الابراج ببلاش مجانا حتى الناس تشوف شنو الوضعية. فشي كلش حلو. وهذا هسه حاليا المدخل من هنا من ندخل للمسرح. فشي كلش حلو راقي ويعني مهول قد ما اقول لكم، كبير الحجم كبير يعني، وتصميم هيك صدق رهيب رهيب التصميم مالته. تصميم رهيب اصدقائي. شوفوا التصميم هاي اللي هنا، شوفوا هذا شلون صاير الجام شلون نسويه. فيكه كلش حلوه جد ما تصورون، مسوين فيكه. شوف كل معالم تبين، شوف شلون صاير هيك. هذا ما تعرف، شوف شوف التقويه، شوف القاع شلون. فشي روعه المنظر جد ما تصورون، روعه روعه ان شاء الله يا ربي. صح احنا المشكله هاي كلها شغلات يصير عندنا، ليش عندنا نهر يعني عندنا فشي رهيب. زين هسه نطب النار. منظر روعة بعد. بشوف هذا الجام كلش حلو من هنا. هذا الجام هسه شوف من هنا شنو الشيء حلو. هاي دار مدار البناء طبعا. شوف منظر هاي مال مرسى هنا، فشي روعة جد ما تصورون، روعة روعة. يلا ان شاء الله تحسون انتم نفسكم ويانا. وهذا المشكلة منا ما يبي من فوق، كان رويت لكم من فوق شنو يعني هاي التقسيمات هيجي في الشي بابا شون. يعني صدق هذا تصميم واحدة غير شكل، فتشي فتشي واحد يشوفه صدق يرتاح. زين نفسية التعبانة شي يجي هنا يرتاح. تدعوكم بعد هنا شلون الوضعية كلش حلو. شوف دار مدار الصفحة الثانية، خلي شوف شنو هي شلون شنو موجود. يا ابو شلون ضخمة، يبو يبو يبو. طبعا هاي كلها مطاعم هنا ابو، مطاعم اكو هنا. شلون منظر شلون حاطين مستغلين، يعني كل شيء مستغلين هنا بالمانيا. ماكو شيء ما يستغلوه، من كان قاعدة من كان يعني. شوفوا انتوا قدامكم معلم، هذا مو نهر هذا. يابا شلون هوا حيدفعني. شوف 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 استغليها بكل شيء. ايش قد ما اقول لكم المنظر حلو. حاطين جسر صغير نخاف واحد يروح. هذا المرسى شوفوا شلون مسوي له موقف جاهز الا حتى يروحوا يتبق بيها ويصعدون الناس يفتر يفر بيهم. طبعا الهواء عالي من هنا. طبعا حلو بيبي جراج مال سيارات فشي روعة. كل شي تشوفون قدامكم من هنا، يعني صور هامبورغ كلها تشوفوها قدامكم. شوف ايش كنيسة كثير قديمة بس محروقة يمكن على الحرق مالتها مال هاي عايفي مال حرب العالمية الصغرى. هيك يعني هذا اللي ننقهر احنا ونضوج من عنده. زين فشي روعه روعه. شفناك شو مسوين هم مرسى صغير. شوف هاي الباخره يصعدون بيها ويفترون.
باخرات مشمره فلس عباك تاكسيات. شوف الناس جوا، شوف شلون منظمين. يعني ترى شغله والله بسيطه وسهله. انا لازم اطلع برا واصور لكم مبنى كامل، يلا يبين عندكم. هنا يبيعون شغلات همية، محلات يعني بنفس الوقت. حلو. هالشي روعه، قد ما اقول لكم روعه روعه. اصدقائي شوفوا هاي الشغله هنا، حاطين هاي قدامكم مرايات، ناس توقف وتطق صور نفسها، يعني هيك ونطق صوره نفسنا. ايش كلش حلو؟ وشوف الشاشات مالتهم شلون تصير، يعني ما اقول لكم ايش اقول لكم، ما اعرف. فشي كلش حلو. كل هاي مرايات واحد يشوف نفسه بيها. اللي يريد هنا يتسوق، البارك هاوس اللي هو الجراج مال السيارات منه يكون. يعني ما اعرف ايش اقول لكم منه. الصورة تحكي قدامكم. طبعا هذا البناء اللي بالداخل يقول لك شلون بعد هنا مروي لك اعطي لك شاشات الناس تفرجها. صور لك يا شنو الوضعية، شنو اللي يصير بيه. التصوير هاي بداخله بعد من هناك حاطين شاشات، هناك الا دعوات او شيء الله واحد يدخل، ما يقدرون ما نقدر ندخل له هيك هنا. حاطين في وسائل هنا راح تدق مثلا. داخل المكان اللي هو دار الأوبرا يصحوا له الألمانية على مدينة هامبورغ، فشي كلش حلو، إن شاء الله يعجبكم. وشفتوا مثل ما أنا شفته، والصعود يفوق للقاعة أساسياً مدى أعرف شون، يعني بصراحة إلا دعوة خاصة أو شو شنو، يلا واحد يقدر يسعد لي. أصدقائي هذا المبنى من برا، أنا كنت هناك فوق كنت، وهذا المبنى من هناك فوق، شلون جميع الاتجاهات والهواء كلش عالي، جربوا تصورون. بس فد منظر وفد شيء كلش حلو. شوف تصميمه، يعني شد ما اقول لكم تصميم حلو حلو مصممين، يعني شغل بدقه ومختارين في شيء ما اعرف يعني رهيب. هذا اصدقائي اللي كنا بيه فوق، دخولي مجانا هناك، دخلنا بيه فوق. اما فوق بعد صراحه ما رحت له، الظاهر الناس اللي عنده حجز عنده قاعات حفلات او شنو هنا يجون يصير. المهم اصدقائي والناس ما شاء الله وايد ناس داخلين، اقول لكم اصدقائي دائما داخل مبنى مفارش مبنى الاوبرا، اقول لكم لا تنسون تعملوا بالاشتراك مالت يوسف نمرة معزار، اتمنى تشتركوا بقناته. اقول لكم مع السلامة. وايد اصدقائي مالته كلش كبير، المصعد مالته راح الجراج طبعا رقم 3 مالتي الجراج. شوف الجراج شلون مرتب هو، شوف الجراج هذا الجراج ندفع هنا مال. شوف ايش قد والله طلع عليه الكرت مال السياره مال بارك، نحطه هنا 5 يورو، صار لي تقريبا شي ساعه 5 يورو. يلا يعني حتى واحد يعرف ايش قد البارك اللي يجي هنا. يمشون على هذا الممشى حاطيه حتى واحد يروح يوصل سيارته، حتى شنو ما ينداس اي شيء من عنده. وهذا البارك اصدقائي، وهذيك الحلوه مالتي هناك، هاي الحلوه مالتي. المهم فشي واحد حلو يعني حاطي لك تقاسيم حتى تشوف الجراج شلون الا فشي. بس ساعه ما تب 5 ورا الساعه. يلا نصعد بيها الحلوه. وهسه اصدقائي راح ناخذكم على الخروج مين. هذا الخروج اوس فارت، هنا هاي العلامه السهم معناتها الخروج. هاي السوم نتبعها ونمشي عليها.
شيء روعة. هاي باركات مع ألمانيا كلها هيش تقريبا نفس الشيء. أول ساي هنا نحط الكارت مالتنا كارت السيارة. تفتح الباب راح تفتح ونقولهم الله 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 وياك الله وياك يلا مع السلامة باي باي. هاي طبعا شنو الطابق الثالث ثاني هو 8 طوابق الجراج. تخيلوا ايش قد لحد كبير اللي مسويه ومصممينه زين. وهاي الخروج طلعنا من هنا فشي كلش حلو وروعة. ايش قد ما تصورون. هسه نروح للبيت. يلا طبعا دول الناس يسافرون على البايسكلات اكو بيهم يسافرون بالبايسكلات من كل ألمانيا يفطروها. هذول بس قدامكم اجريها الناس زين اصدقائي. خلصنا هنا وهسه رايحين احنا للبيت متوجهين. وهنا نترودكم صور. هسه هاي الصور اصدقائي من الخارج طقيتها صور لكم حتى تشوفون المبنى مالته كلش مهول وش قد ما تصورون بتقسيمات كلش حلوة. ثم اصدقائي لا تنسون الاشتراك بالقناة ولايك. تحياتي لكم شيف سنان العبيدي من المانيا. مع السلامة.